أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد فأماته الله 100 عام فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.